شاركت مصر اليوم في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن حول خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب. من جانبه أشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، أشار إلى أن مصر تعد أحد أكثر دول العالم تضررا من الألغام، حيث يوجد بها أكثر من 22 مليون لغم وأجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها في الأراضي المصرية إبان الحرب العالمية الثانية، بما يزيد على 20% من إجمالي الألغام المزروعة حول العالم. وأوضح أبو العطا أن هذه الكميات الهائلة من الألغام يتطلب الكشف عن مواقعها وإزالتها موارد مالية طائلة.